من منطلق الحرص على سلامتك وسلامة الآخرين. تم إطلاق قانون المرور الجديد بمملكة البحرين. عزيزي السائق، في حالة ارتكاب المخالفات التالية يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار. إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة، قيادة بدون حذر وتعريض الأرواح والأموال للخطر، عدم الإفساح لمرور المراكب الرسمية أو مركبات الطوارئ، انتهاء صلاحية شهادة التسجيل، استعمال المركبة في مواكب خاصة دون إذن، عدم تهدئة السرعة بالمناطق المأهولة بالسكان أو المنعطفات والتقاطعات أو المستشفيات أو المدارس أو دور العبادة أو عبور الممشاة، تحميل المركبة أو تفريغها في الطريق أو في غير الأوقات المحددة، عدم الإخطار عن نقل ملكية المركبة، عدم استخدام حزام السلامة. أعد النظر.